ليزبون بيت 2019، إيقاع لشبونة، فيلم برتغالي 75 دقيقة وثائقي. في مدينة يطغى عليها صراعات الهوية، يحاول مجموعة من الموسيقيين البحث عن ذاتهم وتحديد مكانتهم المستقبلية في المجتمع من خلال الفن. Our Defeats، هزائمنا، فيلم فرنسي 96 دقيقة وثائقي، يحاول مجموعة من المراهقين في فرنسا إعادة تجسيد أفلام الثورة الفرنسية، وأثناء محاولتهم لمعرفة مفهوم الثورة يتولد لديهم الشعور بالفخر والانتماء للحضارة. Gods of Molenbeek، آلهة مولنبيك، فيلم فرنسي 63 دقيقة وثائقي، يتناول العمل قصة حي المولنبيك والذي كان شاهدا على الكثير من العمليات التفجيرية الانتحارية ببروكسل، حيث يحاول الطفلين معرفة الحياة والوجود من حولهم. بيتس 2019، إيقاعات، فيلم بريطاني 96 دقيقة جريمة، يتناول العمل قصة جون وسبانر، صديقين مقربين يقرران الذهاب لحفل غير قانوني لقضاء ليلتهما الأخيرة سويا قبل أن يتفرقا. لارا 2019، فيلم ألماني 98 دقيقة دراما، تحاول امرأة تجاوزت عمر 60 في عيد ميلادها أن تعتني بابنها الذي سيقدم حفله الأول كعازف للبيانو، وبينما تحاول فعل المستحيل لكي تجعل ليلة ابنها ناجحة تخرج الأمور عن السيطرة. Give Me Liberty 2019، أعطني الحرية، فيلم كوميدي مدة عرضه 119 دقيقة، أصلح لجميع الأعمار بإرشاد عائلي Parents Guided. في خلال مجموعة من المظاهرات والشغب، يحاول فيك الذي يعمل كسائق لنقل ذوي الاحتياجات الخاصة تنفيذ مهمته بنقل جده ومجموعة من المسنين إلى بر الأمان. That Which Does Not Kill 2019، ما لا يقتلك، فيلم بلجيكي 85 دقيقة وثائقي، يتناول عمل قصة أدا، الفتاة التي تقبل دعوة صديقها لمنزله ولكنها تتعرض للاغتصاب، وفي رحلتها تكتشف أن كثير من النساء مروا بنفس تجربتها البشعة. شيب هيرو، بطل الأغنام، فيلم روماني 81 دقيقة وثائقي، يحاول راعي أغنام التكيف في المجتمع النيو ليبرالي الجديد، ولكنه يكتشف الفساد من حوله فيحاول النضال من أجل الحفاظ على مبادئه المثالية. سمر سيرفايفرز 2018، الناجون من الصيف، فيلم لتواني 91 دقيقة دراما، تصلح مشاهدته لجميع الأعمار بإرشاد عائلي بارنز جايدد. تقوم إندري بنقل مريضين من وحدة نفسية إلى أخرى من أجل العمل على بحثها، ولكنها تجد نفسها في رحلة طويلة من الاضطرابات والعوالم النفسية الغريبة. روبن براند كوليكتور 2018، روبن براند مقتني التحف الفنية، فيلم هنغاري 94 دقيقة دراما بلس 18 للكبار فقط، تصلح مشاهدته لمن هو 18 سنة فأكبر. يجد روبن المعالج الروحاني نفسه متورطا برفقة أربعة من اللصوص في سرقة مجموعة من التحف الفنية الثمينة حول العالم، ليجد نفسه في فترة وجيزة واحد من أكثر المجرمين المطلوبين للعدالة. بيت 2019، طعم، فيلم بريطاني 89 دقيقة دراما، تصلح مشاهدته لمن هو 12 سنة فأكبر. تدور الأحداث في مدينة كورنوال والتي تشتهر بصيد الأسماك، وبينما يحلم مارتن بالحصول على قارب لمزاولة مهنته، يصطدم بالعديد من التوترات والعقبات مع شقيقه ستيفن.